كانت معظم الحالات تأتي بين المتوسطة إلى الخفيفة. هناك عدد لا بأس به من الحالات الحادة. ثم في خلال هذا الشهر تم فيه نقص كبير في عدد الحالات الحادة بشكل كثير، وأغلب حاليا أغلب الحالات هي ما بين متوسطة إلى خفيفة. هناك ربما في مستوى وعي وفي تنبه بهذا الموضوع من قبل المجتمع، حتى أن بعض الناس مثلا تعزف عن مثلا شراء الطعام من المطاعم، الطعام المكشوف، خاصة مع هذا الوباء، تنبها بسبب وجود الإسهالات هذه الأيام.